شكرا للزملاء في الاستديو. نعم أتواجد وهناك العشرات حقيقة من المصوتين الذين يتواجدون منذ الساعات الأولى من افتتاح اليوم الانتخابي. معي في هذه الأثناء معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني. معاليك، اليوم يوم جديد في تاريخ الإمارات، كيف ترى الدورة المقبلة من المجلس الوطني؟ حقيقة هذه مناسبة وطنية وسياسية هامة، وهي تأتي في سياق برنامج التمكين السياسي الذي أطلقته القيادة الوطنية الرشيدة في عام 2005. وبلا شك أن الإنسان عندما يصوت في هذه الانتخابات فهو لا يصوت فقط للمرشحين، إنما يصوت للإمارات، يصوت للتطور السياسي والدستوري والحضاري لوطننا الغالي والحبيب. وأعتقد أنه هذه التجربة تضيف إلى التجارب السابقة وتأخذ بيد المواطنين نحو الآفاق الدستورية التي أرادها الآباء المؤسسين للاتحاد. طبعا مثل كل التجارب الانتخابية في دول العالم، هذه تجربة يتعلم منها الناخب ويتعلم منها المواطن الذي صوت لهذا الناخب. بلا شك أن كل مرحلة تضيف إلى تجربتنا السياسية وتضيف إلى خبرات المرشحين وتضيف إلى تجارب المواطنين أيضا في هذه العملية السياسية. يعني بلا شك أن هناك قدر كبير من الحماسة والتفاؤل في هذا المجال، ونتمنى حقيقة أن يتواصل هذا الحماس وأن تتواصل كل هذه النقاط السلبية في حياتنا السياسية. معاليك، كما ذكرت هناك حماسة بالتأكيد من قبل المرشحين، ولكن ما هي توقعاتك للدورة القادمة؟ بلا شك طبعا أنه العمل البرلماني مثل ما تعرفون له أوجه عديدة، سواء في مجال التشريع أي القوانين، ومجال الرقابة على عمل الحكومة، ومجال الدبلوماسية البرلمانية. كل هذه الأمور يحدث فيها تراكم. بلا شك أن الأعضاء الجدد يستفيدون من الخبرة التاريخية لهذه المؤسسة التشريعية الوطنية الهامة، ويأخذون يعني الإيجابيات من الماضي ويدفعون إلى آفاق جديدة في المستقبل. كل مرحلة لها تحديات مختلفة، سواء بالنسبة لطبيعة القوانين التي تطرح، سواء بالنسبة للسياسات الحكومية الجديدة التي يعني تحدث. كل هذه الأمور يجب على يعني من ينجح في هذه الانتخابات ويصل إلى قبة البرلمان أن يتفاعل بشكل إبداعي معها، لكي يحقق للمواطنين الذين انتخبوه ما أملوه فيه من خدمة للشأن العام وللوطن ولأهدافه. شكرا لك معالي.